منحت لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الأدبية بحر من الكلمات جائزة أحسن قصة للمغربية حنان أولي الله جزواني. القصة تتمحور حول الانتخابات بإحدى الدول العربية وترصد أحداث وقعت يوم الاقتراع بهذه الدولة. أحداث القصة تدور في بلد عربي ولكن لا أحدد البلد بالضبط. القصة تدور في أحد مكاتب التصويت. خلال عدة سنوات كان يحكم البلد رجلا ديكتاتوريا، وعند موته بدأت مرحلة الانتخابات وكان على الشعب أن يلتجئ للتصويت. القصة تدور في إحدى مكاتب التصويت وبين المسؤولين عن هذا المكتب. خلال يوم الاقتراع بدأ الناس يدلون بأصواتهم، وفي آخر النهار وقع شيء لصندوق الاقتراع، فقد فقد المسؤولون قفل الصندوق وصعب الإعلان عن النتائج. Les représentants du bureau de vote vont perdre le cadenas qui va permettre de fermer le أنا لدي جنسيتين، جنسية فرنسية وجنسية مغربية. لدي الحق في الإدلاء بصوتي في المغرب وفي فرنسا. مؤخرا شاركت في الانتخابات بالمغرب، وستكون انتخابات بفرنسا في 2012 وسأدلي بصوتي أيضا. بالنسبة إلي فالتصويت مهم جدا، بمجرد الإدلاء بالصوت ولو بورقة بيضاء يعطيه قيمة. عندما كتبت هذه القصة لم أكن أتوقع أن أفوز أبدا. كانت مفاجأة عندما أعلنوا عن اسمي خلال حفل تقديم الجوائز. هذا بالفعل يشجع الناس على الكتابة أكثر والقدم إلى الأمام. ممكن أن تكون القصة التي كتبت مهمة جدا، وفي كل الحالات هذا الفوز يشجعني أكثر. نعم، لقد كتبت قصص أخرى وسيناريوهات. أيضا درست الإنتاج الوثائقي بأنجلترا. أنا الآن أشتغل كصحفية. لدي الكثير من القصص وهي عبارة عن أخبار وحكايات لأشخاص التقيت بهم. سيأتي يوما وأكتب هذه القصص طبعا. ما يقع الآن في مصر هو مأساوي جدا، ويؤسفني ذلك لأن مصر بلد جميل ويستحق الأحسن. أتمنى أن يأخذ الشعب المصري زمام الأمور وأن يطالب حكومته بتحسين أوضاعه المعيشية. كما تعرفون كانت هناك انتخابات في المغرب وقد فاز حزب العدالة والتنمية، وهو حزب إسلامي معتدل. في رأيي يجب أن نتتبع عن قرب ماذا سيقع في غضون 3 أشهر القادمة، وسنرى كيف يعمل الحزب. رغم أن بعض الدول الغربية لها تساؤلات حول لماذا هذا الحزب على رأس الحكومة، ولكن المهم هو أن الشعب هو الذي أعطاه الفوز وقرر أن يكون هو الحزب الحاكم. في رأيي أنا علينا أن نعطيه فرصة وأن ننتظر رؤية النتائج.